آخر نيوز أخبارها كلها عندنا. كلمين عن دورك ومسلسل جمال حنين. هو اولا اللي رشحني للدور مودي شاهين، محمد شاهين مساعد المخرج الاول. هو اصلا يعرفني، كنا في المعهد، معهد السينما مع بعض، اوكي. وبعدين كلمني قال لي انا عايزك تعملي كاستنج على دور، فروحت عملت كاستنج على الدور ده اللي هو اللي انا عملته، وعملت على دور تاني بس من الناحية الشعبية. هو الفيلم فيه جزء تاني غير بتاعنا، فيه الناحية الشعبية، عملت كاستنج على دور هناك. بس هو يعني حسسني انه مش قوي، يعني اللي هو التاني دور من اول المسلسل لاخره. بس انا لما طلبت منه قلت له انا عايزة دور امثل فيه، مش عايزة دور ابقى يعني ممكن يتعمل في يوم من الايام يعني، بس بدايتي كنت عايزاها تبقى غير. فقلت له ان شاء الله استاذه منال تختارني للدور ده. وبعديها باسبوع او اسبوعين كده كلموني قالوا لي استاذه منال اختارتك للدور ده وعايزه تقابلك. فروحت قابلتها، اول ما شافتني قالت لي اللي انا كنت بفكر فيه مش هينفع اعمله. قلت لها ليه؟ قالت لي انت صغيره كده وانا بفكر اوقعك من الشباك ومش هينفع. قلت لها مش هينفع، انت مش هينفع غير ان انا اقع من الشباك، مش هعمل غير كده. فقلت لها هرمي نفسي، ولو مش هتربطوني هرمي نفسي، ولو تحتيه ملايه هرمي نفسي، يعني هرمي نفسي وانسي الموضوع ده بس. وعملنا ترايل على الوقعه قبل التصوير، رحنا بس نجرب الوقعه. وبعدين تاني يوم بقى كان التصوير، الحالة الصعبة. أنا تعبت بعد المشاهد دي لأن أنا حضرت الدور ده كويس قوي. يعني أنا تأثير الشخصية كان عليك إيه؟ لا لا، أنا بعد كل دور، بعد كل مشهد بقعد نص ساعة منهارة مثلا. ما بعرف يعني، لأنه مركب، لأنه المفروض إن البنت العادية مع اللي لابسها، الاثنين في صراع ما بينهم طول الوقت. وبعدين انا خدتها الشخصية ديجراداسيون، يعني بدايتي كانت بنت عادية، وكنت قصدي اعمل لها لوك مختلف، كنت حلقة شعري من تحت، وكنت عاملة زي وايلد لوك كده. وبعد كده المشاهد اللي بعديها هي مش ملبوسة بس مش موجودة على في الدنيا، مش مجمعة لحد ما اتلبست بقى في الآخر خالص.